يعني انا بقول حاليا، حاليا كانت تمتد عندنا رغم الخبره او مش الخبره التناغم او يعني الى اخره، لانه صار في عدد، العدد اغلبه خلينا نقول بغض النظر، من 4 إلى 6 ساعات كانت تستمر. لا ولذلك من هيك احنا نطرح، من هيك نطرح. الان في يفتح التسجيل لتسجيل، وانا بحب اسجل، تفضلوا للتسجيل لهذا الموضوع بالذات. تفضل. في انت ابو ابو محمد نواز وزميل مقترح. خلينا نسمع صراحه، لانه يعني طالت التعديلات كثير من البنود الرئيسيه، فقراءتها راح تطول، لكن البنود المفاصل في المقترح المقدم من احد الزملاء. في مقترح مقدم على الموضوع من احد الزملاء؟ هيك رايك؟ طيب اذا اخينا ابو ماهر يتحدث اولا وبعدين الزملاء، هيك طلب، هيك طلب الزميل اذا وافقتم. تفضل. تفضل. السلام عليكم. مهندس محمد رضا ضرنجي. اخواننا احنا يعني جهد المجلس لسنوات سنتين ونص تقريبا كانت تنصب بناء على المقترحات وطلبات المؤتمر العام بتعديل النظام الانتخابي وبعض القضايا اللي تخص مركز القدس. احنا شفنا انه الوقت مشان تحكي عن نظام النظام مقترح من المجلس، انا باعتقادي هذا يعني وقت غير كافي. مقترحنا التالي، ان يكون ان يعطى المجلس مهله لعقد مؤتمر استثنائي لدراسه، ويكون على جدول اعمال فقط مسوده النظام، ليكون هناك في وقت كافي للقوى السياسيه داخل نقابه المهندسين لاعضاء المؤتمر، يكون في هناك توافق كامل بهذه التعديلات، كان في تعديلات جديده او بالمقترح الموجود، ان يكون هناك بالاخر مقترح يجمع عليه الجميع لراحه المهندسين ال 17,000 اللي نحكي عنهم مهندسين، يكون في عندهم نظام انتخابي صح يرضي الجميع بالتساوي، كان جغرافيا او سياسيا او كهيئه مكتب. فبالتالي احنا بدنا كتبنا المقترح باسم زملائي، انا وزملائي مروان عوض ومجد الصالح، على ان يكون هذا المقترح اعطاء فتره اخرى لاخر شهر 8 لانعقاد مؤتمر استثنائي، ويكون على جدول اعماله فقط مشروع او مسوده النظام الداخلي. وبالتالي في المؤتمر بعد ما يصير المؤتمر باخر 8 بناقش النظام، بيتفقوا عليه الجميع، ويدعى لانتخابات جديده لنقابه المهندسين على النظام الجديد. وبالتالي بتمنى انه يتبنوا على اقتراحي، وبالتالي يكون احنا اجماع وانصاف للجميع. شكرا. شكرا جزيلا. بتفضلوا نسمع كمان اولا، يعني انا طيب اول شيء من ناحيه المبدا بدون هضم حقوق رح نعطي، بس اذا في حد بيثني على الاقتراح من باب ثبته وبعدين نسمع. في تثنين ابو احمد. طيب اذا هذا اقتراح مثبت على جدول اعمال، خلينا نسمع اراء. اذا يعني المقصود انه قبل موعد المؤتمر العام اللي انتم بتقترحوه اذا توافقنا عليه اليوم، يزود اعضاء المؤتمر ب
جميع التعديلات المطلوبة بوضوح وانتظار آراء أعضاء المؤتمر العام إعطاها أسبوع أو 10 أيام وبعدها توزيعها على الكل. هيك؟ طيب خلينا نسمع. يكون يعني شو كان وشو لازم يصير؟ يعني يكون جدولين بالفعل مش بالطريقة. هو صراحة زملاء خلينا مع بعض، احنا حاولنا نعمل في هذا المقترح هيك لأنه كثير صار بيطلع مجلد كبير، فاقترحنا انه نصيغه كامل من جديد. الان ممكن نعمل الورقه زي ما قلت لكم حتى لو طلع كبير، ممكن بدنا كمان رغم هذا الاقتراح ثبت، لكن نسمع من الزملاء ارائهم واقتراحاتهم وبعدين نرجع. هو سمير ابو عماد وبعدين انت. اخواني يعني احنا النظام اللي احنا ماشيين عليه هو نظام تم العمل فيه عام 92 نشأ تغييرات عميقة جدا تتطلب بالكامل لإجراء هذه التغييرات في تعديل النظام الداخلي لراحة التطور الحاصل في النقابة. لكن تعديلا وإضافة لما طلبه زميلنا أو الاقتراح اللي تم التصويت إقراره، يعني ممكن أطلب تشكيل لجنة من المؤتمر تدعم مجلس النقابة تترقى الاقتراح أولا، ثانيا بالإضافة لهذه يتم نشر النظام لكافة المهندسين وتتلقى اللجنة كل الاقتراحات التي ترد من المهندسين وليس فقط من لجان الفروع. هذه اللجنة بالتعاون مع المجلس تعيد الصياغة وتجري التعديلات التي يتم لاحقا عرضها على أعضاء المؤتمر العام. فأنا بأكد ولكن أضع آلية إضافية لما هو وارد لديك. طيب نشكره بس شوي صغير لهذا التعديل لأنه أراد الزملاء إذا بتودي شيء أو بتحطه على الموقع وتنشر قليلاً ما يتجاوب معه ممكن نقول نفس الشيء، لكن أن يعقد قبل المؤتمر بفترة ورشات عمل واحدة أو اثنتين في المركز يدعى عليها من يرغب مشارك وبعدين يصير مثلاً يعني إذا بدنا نطور. أوكي التسجيل بين مين بعد؟ محمد عطاني. أعطيكم لاب محمد عطار بن خليل. على ما يقول سبقونا الإخوان في الحديث وأنا بس أتأكد على شغلتين. أولا كل الشكر والتقدير للمجلس على سعيه دوم دائما لتطوير العمل النظامي واستجابة المؤتمر السابق بعمل النظام الداخلي المقترح. أنا بس بدي أحكي إنه سبق الأوجات إنه هذا النظام لم يأخذ حقه في النقاش ولم يعقد أي ورشات عمل له، وكان يجب بعث للسادة الزملاء قبل أشهر من هذه من عقد المؤتمر، وعقده ليس فقط على أعضاء المؤتمر، على معظم المهندسين زملاء 17,000 مهندس قال لي 10,000 يشوفوا، سبب ما يقرروا نظام جديد. اثنين غير عن انه يجب عقد في كل محافظة ورشة عمل لمناقشة هذا القانون، انه هناك بعد الاطلاع على النظام يعني عدة أمور غير واضحة نهائيا، وبحاجة إلى إعادة دراسة وتفعيل. إذا ما نوجه ما فيش داعي ندخلها معنا تسجل حابة تكون النقاط الغير واضحة أو ضدها دراسة. ممكن إذا تم تشكيل لجان أو بعد ذلك الأمور مكتوبة للنقابي البعض. لذلك أنا بأكد على الاقتراح اللي عرضوه هنا إنه نوصي بعمل بالتصويت على تأجيل البت في هذا النظام لحين دراسته باستفاضة وعرضه على الدفاع. مهندس سمير عبد السلام. سمير. مهندس سمير عبد السلام لجنة فرع نابلس. بالنسبة لتطوير النظام تعديل النظام الداخلي طبعا هذا متطلب كان طلب في أكثر من مؤتمر من الهيئة العامة، لكن إحنا هلأ أصبحنا في ضرورة قصوى. ما بعرف إذا كل الزملاء بيعرفوا في اللي هو القانون الفلسطيني تبع المهندسين، وهذا في دور إقرار ممكن الرئيس يضره في أي لحظة اللي كان موجود. وجود هذا القانون كان واجب علينا تعديل النظام الداخلي بتوافق بحيث يتوافق مع القانون الفلسطيني، لكن احنا هلا ممكن نعمل تعديلات هاي التعديلات ونقرها كهيئه، لكن اذا تعارضت مع القانون الفلسطيني راح يتوجب علينا اضافه تعديلات عليها. فانا ما بعرف احنا كان في عندنا نشرات للقانون الفلسطيني وبعض الاخوه في المجلس كانوا في شهرين زمان او اكثر هم يتداولوا القانون الفلسطيني وتعديلاته، وسنحت لنا الفرصه انه يكون جزء من هذا القانون او تدخلنا في القانون. عاده معظم الدول تسمح لواحد يتدخل في القانون، لكن احنا كفلسطينيين سمح لنا بالتدخل في القانون
ودراسته حتى حسب ما يتلائم مع المهندسين. هلا بالنسبة للنظام الداخلي، الصورة الأولى اللي موجودة بشكل مبدئي ممتاز، لكن طبعاً إحنا التعديلات ما بدنا ندخل هلا في تفاصيلها بما أنكم أقريتوا أو صوتوا على عمل ورشة عمل بين الفروع، ضرورية جداً هاي، وعمل مؤتمر طارئ فقط لمناقشته. بس خلال هاي الأثناء مش نيجي نناقش اليوم المؤتمر، اللي يكون بكل هيئة فرع لها أعضاء الهيئة المؤتمر تبع الفرع يكونوا ناقشينه مع بعضهم ورافعين ورقة توصية للجنة اللي اقترحها الأخ أبو عبد. شكرا. مهندس علاء. بداية نحكي إنه المقترح موجود بين إيدينا، بتحكي عن تغيير جوهري في هيكلية النقابة باستحداث جسم جديد وسطي ما بين مجلس وما بين الفروع، وهذا راح يأثر بشكل واضح على آلية التواصل ما بينهم. يعني إحنا بنحكي عن مجلس جديد من 9 أشخاص بانتخاب مباشر، رؤساء الجان فروع غير ممثلين في المجلس، بيكونوا ممثلين في المجلس المركزي، المجلس المركزي بيجتمع كل 3 أشهر، بالتالي آلية التواصل ما بين هدول القاعدة والقمة في الأجهزة التنفيذية. لا عفوا، أنا بدي أحكي على نقطة مهمة بدي أوصل لهي النتيجة، وبتوقع الموضوع بيستحق إنه نعطيه شوية وقت. فبالتالي إحنا بنحكي عن تغيير جوهري، مش موضوع إنه نعلنه على ويب سايت أو يعني مع الاحترام أنا مع مبدأ إنه نشرك أكبر عدد ممكن، لكن أنا بتمنى إنه يكون من خلال ورشات عمل في كل فرع يتم طرح هذا الموضوع، لأنه راح يأثر على تمثيلهم، على دورهم، على صلاحياتهم، يكون في إدراك من كل الفروع إنه شو بده يكون دوره في هذا النظام وشو بده يكون المهام المناطة فيه. زائد إنه يعني بتوقع إنه حتى قبل ورشة العمل مردود بعض الملاحظات على المجلس المركزي أو الهيئة المركزية، هاي بعض المحددات تبعتها إنه مش مربوطة بتصنيف جغرافي، ربطها برقم 4000 أو 5000، هل ما يعقل إنه مثلا فرع الخليل يعمل ائتلاف مع فرع سنفيد على بناء على المكتوب مسموح له، لكن عمليا احنا ما بنقول حققنا تقدم اداري او تواصل افضل او شيء، فبدها بعض التواصل الافضل قبل طرحها على المهندسين تعديلات جوهريه ممكن ناخذها خلال اسبوع، تطرح حاليا انه تقدم خلال اسبوع التعديلات السريعه على ان تعرض في ورشات عمل لاحقه في كل فرع بوضعها النهائي. النقطه الثانيه والمهمه انه احنا في نهايه الفتره او الدوره الانتخابيه، باعتقادي انه غير منصف انه احنا نترك للمجلس القادم او اللجان القادمه تركه وقيود ربما تكون في الظرف الحساس اللي احنا فيه حاليا تكون مقيده لهم وما تعطيهم افق العمل. انا بقناعتي بانه هذا الامر لا يجب ربطه بنوع الانتخابات، والافضل انه يتم بعد عقد الانتخابات بحيث الاخوان اللي بدهم يجوا الجداد بدهم يشتغلوا بعد ثلاث سنين هم اللي يحددوا آلية عملهم بالطريقة اللي هم بيحسوا إنه هو الأفضل للإنجاز الأفضل. مش دورنا نقيد القادمين بقدر ما هم الأفضل منهم يختاروا كيف إحنا بدنا نشتغل. شكرا. بعد السنة طويلة. العافية جميعا. تفضل بعد السنة. على عادي أنا طبعاً بقيت أقترح إنه ورشات العمل يتم بكل فرع مش بالمركز، يعني على أساس الفروع وليس بالمركز النقابي، لأنه المركز النقابي بتصير إنه شغلات استثنائية في الفروع، وإذا في عندهم أي توصيات بيرفعوها. أنا طبعاً بتعارض مع الزميل هون إنه هذه لا تقيد أعمال المجالس القادمين، لأنه إذا أقر هذا النظام ممكن تصير انتخابات على الموجب، وبالتالي عمليا لا تقيد احدا اذا تم الاقرار. لازم التطوير لازم، اذا في عندنا اي ملاحظات تستوفي فيها ايضا وتستوجب انشاء مسلم. هذا استاس مجرم. اول شيء مساء الخير اخواننا الجميع، وانا بشكر دائماً النشاط المتواصل والدؤوب بنقابة المهندسين والحرص، خلينا نقول يعني بكل دورة حتى كيف بدها تستكمل النقابة مسيرة توقيف الآخرين. وأنا كمان بدي أشكر الإخوة اللي قدموا الاقتراح لسبب إخواني، أنا بجوز مريت بجولة حول النظام المقترح ولم أجد
يعني ولا مرة في شيء مقترح عليه هذا الدرجة من النقاش كما هي الحالة، بدليل أن الموضوع في كثير من القضايا يعني واضح أنه تحتاج إلى يعني نقاش مستفيض وإلى اتفاق، مع كل يعني تأكيدي على أنه كل القضايا اللي استوجبت التغييرات اللي حكاها الأخ وجهات الجميع موافق عليها، لكن هناك رؤى مختلفة بطريقة الحلول. اخوان في ثلاث يعني او اقول قضيتين جوهريتين احنا مقبلين عليهن كمهندسين او كفلسطينيين بشكل عام، في اشياء كمهندسين او اشياء كفلسطينيين. كفلسطينيين الناس بتحكي اليوم عن الوحدة الوطنية وعن حكومة الوحدة القادمة، وهذا الموضوع اي حدا بيفكر انه يعني يستبق بانتخاباته تقديري يخسر نقابة المهندسين، قد يكون يعني قضايا قادمة مهمة لها لحياتها ولوجودها ولكيانها. هذا واحد. اثنين اخوان، موضوع القانون الفلسطيني للقانون نقابة المهندسين الفلسطينيين، وموضوع مش في اي لحظة ممكن نوقع على الرئيس زي ما طرح الاف، لانه الان هو يناقش في الاشغال العامة، بعدها بروح للجان القانونية بمجلس الوزراء، ثم للجان القانونية بالرئاسة، ثم يوضع امام سيادة الرئيس يعني لاقراره. واذا عقد التشريعي ما فيش داعي بيكون لانه يخرج بالقرار بقانون، بروح على المجلس التشريعي يعني اللي بيوديه لديوان الفتوى والتشريع والآخر. وبالتالي يعني بالشهرين القادمات أو ثلاث شهور القادمات هذا موضوع حيوي وحساس مهم لحياة مستقبلية لنقابة المهندسين، أيضا يعني لا يجوز استباقه أنا وجهة نظري. وبالتالي أنا من هذا الباب ومن أجل أن تناقش هذا النظام ويناقش القانون وتستوضح الأمور إحنا وين رايحين، أنا بثني على الاقتراح اللي اقترحه الإخوان، وهو بالمناسبة يعني يتعارض مع الاقتراح اللي طرحه يعني الاخ، لانه اذا انت تقترح بتكون في انتخابات بكره ليش تقترح؟ يعني النقاش واضح انه هذا النظام المتفق عليه سيكون اساس انتخابي، وبالتالي يناقش بالفتره اللي حكوا فيها الاخوان اللي هو يعني شيء خاص بشهر 8 بناقش فيه هذا النظام ويضع الاسس اللي تجري عليها الانتخابات لاحقا. هذا اقتراح جيد، انا يعني بقول هو ضروره فلسطينية وضرورة هندسية فلسطينية، وأنا بشكر اللي قدموها. شكرا سمير زياد. يعطيكم العافية. تغيير الموضوع الملاحظات على النظام الذاتي، احنا فرعنا بس يعني صار عندنا كذا جلسة لمناقشته، وبالتالي كان في عنا تصورات لبعض الاقتراحات بتركها للزملاء في مجلس الفرع حتى يقدموها ويحكوا فيها. السؤال أو الموضوع الثاني، نتيجة الكلام اللي تم تداوله حاليا في موضوع التأجيل أو آليات لوضع هذا النظام الداخلي على سكته الحقيقية، تعديل للاقتراح المقدم من قبل الزملاء، الدعوة لكونفرنس، يعني الكونفرنس غير المؤتمر، الكونفرنس يتم عقد دعوة أعضاء لجان الفروع، أعضاء المؤتمر، الأمناء السابقين للمجلس، أعضاء المجلس السابقين، الخبراء اللي إحنا ممكن نستعين فيهم بدراسة النظام الداخلي، والخروج باستخلاصات تكون موجهة للجنة الصياغة النهائية. الشغل الثاني والاقتراح الثاني، هذا النظام وضعه على صفحة سواء على الفيسبوك سواء على موقع النقابة واستقبال ملاحظات الزملاء، وبالتالي يعني حتى يكون في عندكم يكون بين ايدينا بالكونفرنس او بالمؤتمر القادم لمناقشة هذا الموضوع، يعني استخلاصات ورؤى لكافة الزملاء سواء كانوا بمنتخبين بمؤتمر او بفرع او عبارة عن في مهندسين خبراء مش موجودين بيننا حقيقة، يعني لهم تجربة سابقة يفترض ان احنا نلجأ لهم حاليا بدراسة مثل هذه السيارات. الشيء الثالث اللي هي هل بالفعل سافترض انه تم اقرار هذه التعديلات على النظام الداخلي، هل هناك رؤية عند المجلس في موضوع آلية وضع او آلية اخراج لهذه المجالس المقترحة سواء بالفروع أو بالمجلس المركزي أو بمجلس النقابة، هل موجود عندنا مثل هذه التصورات بناء على مواقع جغرافية بناء على أعداد بناء على، هل في عندنا هذه الرؤية ولا لا؟ يعطيكم العافية. المهندس مهدي الحنبلي.
يعني الاخوان والزملاء السابقين سبقوني بما كنت اود قوله، تحديدا الزميل محمد حفظ الله، وانا بثني على اقتراحه هو الاخ مجدي والزميل باسم عرف. انا اضم صوتي وصوته. شكرا. مهندس حبيب مرمي. الشغلة الثانية اللي بتحكي فيها توجهوا لي الطلاب من جامعة أبو دير بدرسوا هندسة مواد، النقابة بتسجلهم أعمال تحت بند الهندسة الميكانيكية. بتسجلهم أعمال تحت بند الهندسة الميكانيكية وهم بتضلوا بدهم يكونوا تحت بند الهندسة المدنية، لأنه المواد اللي بدرسوها أقرب على الهندسة الجاية من الهندسة الميكانيكية. بس هذا. شكرا. هذا أسامة طه. السؤال بعتقد انه يسأله لحالنا. نعم. السؤال اللي بدنا نسأله لحالنا، هل نحن مع تطوير وتغيير النظام الداخلي حسب المقترح مع اي تعديلات ممكنة لاحقة؟ وبعتقد ضروري جدا انه يكون لنا موقف احنا على الاقل حاليا. هل انه احنا مع او انه احنا خلاص قابلين في النظام اللي قديم وبدنا نكمل عليه؟ ليش؟ لأنه بدناش إحنا مع الآليات اللي اقترحوها الإخوان، وبعتقد كل واحد حكى بمنطلق حرصه على المؤسسة، بدناش نيجي لمؤتمر طارق قادم ماشي ونكتشف إنه غالبيتنا مش مع التطوير أو الاقتراحات بغض النظر عن كل هاي الآليات وهاي الورش اللي إحنا بدنا نعملها. البداية بعتقد قبل كل آلية أو مقترح قادم نتفق عليه إنه نحدد هل إنه مجموعة أو غالبية الموجودين هون مع هذا التطوير أو إنه نضلنا على النظام القديم. مهندس سليمان ظاهر. في مهندس سيد خاطر تحب تحكي؟ اي زميل اخر؟ مهندس مروان. الاخ ابو جهاد، الاخوه على المنصه، المفروض احنا قدمنا الاقتراح اللي قدمناه واللي تم التسليه فيه على اساس انه في تبعيات قانونيه ما بعد ذلك. فالمطلوب حاليا انه نقوم بالتصويت على هذا الاقتراح لتبنيه، وبعد ذلك المجلس مخول بتشكيل لجان للدراسه وللعمل ولكل هذه الامور. والمؤتمر الاستثنائي بيكون سيد نفسه سواء بده يوافق على المقترحات او بده يلغيها. فانا بقترح التصويت حاليا على المقترح اللي قدمناه، ومن ثم المتابعه صلاه الله. طبعا شكرا للزملاء جميعا. زي ما ذكر زميلنا، لا شك انه الاهتمام بالموضوع والنقاش وكذا كله من حرصكم جميعكم وجميع الهيئه العامه على هذه النقابه وعلى هذه المؤسسه اللي كنا نفتخر فيها. اولا قبل ما اطرح الموضوع هو مثبت للتصويت، وفي اقتراح ثاني معدل شوي صغير بعدها ممكن نطرحه لانه حقه ان يطرح، بس بدي اوضح ثلاث نقاط موجوده طرحوها الزملاء. اولا من ناحيه المبدا، اعتقد انه الطرح الموجود هو طلب ودي، يعني الكل مقر انه بدنا تطوير. هذا التطوير كما جاء من المجلس او مع معدل من 20% 5%، هذا هو النقاش حوله. اكيد التطوير طلبوا اعضاء المؤتمر العام مهله اضافيه محدده لاخذ وقت في الدراسه يتخللها
عقد ورشات عمل او وضع اول شيء القانون على الموقع الاقتراعي للحي العام ومن يرغب باستقبال ملاحظات، وعقد ورشات عمل بالمحافظات. والان انا بقول لجميع زملائي في المحافظات اعضاء رؤساء المجالس ان يحددوا تواريخ حسب ما يروف المحافظات، واحنا بنحاول نحضر قدر المستطاع في كل المحاضرات في كل بناء عليه ولنهايه العام، بس على راسي حاضرين. الجانب الثالث انه بالتاكيد زملائي هو لا شك زي ما ذكر الزميل على انه هو قضيه في جزء منها تطوير كبير، لكن برضه هي مش تقييم. يعني انا الكل دق فيه بقول لي انه اشتغل فيه قبل ما تطلع مشان بدكش ترجع مش رح تتهم، فاللي بيجي بعد بيشتغل فيه رح يتهم وراح يتعب وراح ياكل قبر قبل ما يطلع. اذا غير بند بكون مشان يرجع، واذا ما غيرش فمع ذلك اذا اقر مع اي تعديلات يراها المؤتمر القادم او الحالي هي تطوير للنقابه مهم، وهي راحه لمن سياتي بعد ما قمت عن ظهر حمل هو بضل عليه 10% بدل ما يكون 90%. نامل انه يكون هذا توضيح. الجانب الثالث اللي هي العلاقه في اللامركزيه، يعني جزء كبير من المطروح وصراحه في اجابه على انه يكون في لامركزيه في قضايا محدده، يعني في قضايا مشدد عليها، التسجيل العضويه مركزيه، التمثيل مركزي، المهنة مركزي، الكذا مركزي، لكن النشاطات والتدريب والقيام وحل المشاكل تبع المهندسين والنشاطات الاجتماعية كلها مطروح فيها أن يكون فيها أكثر لا مركزية لخدمة الأعضاء ومتابعة قضاياهم اليومية. هذا التوضيح. بقى عندنا الزميل طرح أنه يكون في ورشة عمل مركزية أو محافظات. أنا بعتقد انه ان كان في المحافظات فهو زياده خير، بس بدنا نفتح على الموقع حتى نسمع من الاخوان ملاحظاتهم بعد وضع الموقع. المقترح المقدم الاول من الزملاء بدي اطرحه بعد اذنكم بعد هاي التوضيحات. لا لا بنعرف كل بناء على اقتراحهم بدهم يبعثوه، انه واضح انه التعديل كل موافق عليه. هل من يخالف؟ يعني الزملاء الزميل بيطلب انه من ناحيه المبدا بدل ما ناجل لشهر 8 هل احنا بدنا نطور ونعدل؟ نعم. احنا بنقول ما هو ليش هو بيعدل؟ ابو جعفر جعفر بطل النظام هذا التعديل هو مكلف بقرار مؤتمر عام سابق، وبالتالي مش محل نقاش نقول بدنا ولا بدنا، هو في التعديل صحيح هل هو اللي اعتبرناه تحصيل حاصل الخسائر انه موجود التعديل قد يكون نتيجه التعديلات، قد يبقى النظام كما هو نتيجه الدراسه والتمحيص. اذا تفتح المجال زي ما تفضلوا الاخوان هناك فتره تعاد الدراسه وينطلق من المقترحات ثم يقرروا ما يوافقون. نعم صحيح. اذا الان في مقترح مقدم وثنوا عليه الاخوان خلينا نذكره. طلب الزملاء ان تطوير عمل النقابه هو شيء مهم، وهذا طلب من المؤتمر العام وبناء عليه، لكن الوقت المطلوب او المقترح من الموزع لغايه الدراسه هي غير كافيه. ان يعقد وطلبوا ان يعقد مؤتمرا خاصا استثنائيا لقضيه واحده فقط هي النظام الداخلي، ومقترحهم ان يكون اما 22 او 23 8 لهذا الموضوع على ان يسبقها وضع النظام المقترح من قبل مجلس على موقع النقابه واستقبال المقترحات، وعقد ورش عمل في المحافظات للهيئه العامه كامل واعضاء المؤتمر من ضمنهم لراي اخذ ارائهم. واضافه الى ذلك من يرغب من الزملاء الموجودين الان زي ما ذكر الزميل واضاف الزميل ابو عماد انه يكون لجنه تساعد معنا في الصياغه من الموجودين اذا بتذكروا معنا برضه بيساعدونا، وهذا شيء ممتاز جدا نتوافق عليه. بكون هيك هو المقترح متكامل. 22 جلسة خاصة يوضع على موقع الاطلاع استقبال ملاحظات، يعقد ورش عمل بالمحافظات لسماع الآراء وأخذ الملاحظات، وينتدب المؤتمر الآن من يرى معنا إذا برغب حدا يترشح للمساعدة كلجنة للعمل على تطوير هذا النظام قبل المؤتمر. هيك المقترح متكامل زملاء؟ نعم. إذا أولا نصوت على بس في قضية مهمة. إحنا كان أنا كمجلس المفروض كنت أوركنا المؤتمر الأخير ينهينا ونصير عندنا انتخابات، كان عندنا مقترحنا حسب التواريخ عشان رمضان وهي بشهر 8 انتخابات. هلا هذا الحكي بيعني انه تأجيل الانتخابات بعد هو صحيح انا اللي ما قراته يعني يؤجل اوتوماتيكيا تؤجل الانتخابات 28/6 يبطل 28/6 موعد الانتخابات
28/8 عندنا شو اسمه مؤتمر استثنائي في يومه يحدد مقرر موعد الانتخابات حسب النظام اذا خلينا نضيفها مع المقترح خلينا نضيفها لا هي موجودة أنا خليت البندين البند الأول هذا على أن يعطى المؤتمر القادم صلاحيتين الصلاحية الأولى دراسة النظام وتعديلات وإفراد ما يراه فيه ودليل تنفيذه وتحديد يوم الانتخابات في نفس جلسة المؤتمر وتحديد أنت تشرع طيب طبعا ونفلش لكم في زملاء في احنا اجتهدنا انه يكون سبت على اساس ناخذ وقت اطول لكن من الواضح انه كثير من الزملاء يرغبوا يكون جمعه اوكي نخلي تحديد الموعد بالاستمزاج ومن خلال ورش العمل الان نصوت على البند المقترح عقد مؤتمر استثنائي خاص لغايات النظام الداخلي في 22 او 23/8 بعد العيد وتحديد الموعد من خلال الاستمزاج على ان تعقد ورش عمل في المحافظات ويوضع المقترح الموجود على موقع النقابه لسماع الاراء واستقباله مين مع مين ضد مين ضد مين متحفظ يعني نشكركم بالإجماع واضح إنه بالإجماع شكرا جزيلا لكم على هذا الموضوع اسمحوا لي بدقيقتين بس الدقيقة الأولى زميلي أبو عيسى وأبو جعفر الدقيقة الأولى في نهاية هذا المؤتمر اسمحوا لي أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء المؤتمر يعني جزء منهم في يوم عطل لذلك أنا قلت بدمع يعني في ناس هي عندها عطل لكن في ناس عطلت عن دوامها وأجدوا هذا التزام عالي جدا وشعور بالمسؤولية في هذا الموضوع فكل الشكر والتقدير في نهاية المؤتمر وليست في بدايته لأنه في بدايته تعتبر مسؤول النقطة الأخرى أن أتوجه بالشكر لمعالي وزير الأشغال العامة وزارة الأشغال العامة إنه حضر الافتتاح وأبقى الممثلين حاضرين لنهاية المؤتمر فشكرا جزيلا احنا سلفا متوقع بين 22 و 23/8 أن نلتقي سيكون إن شاء الله الأمر أكثر وضوحا مقترحات واضحة أصوات تطلعوا على المناطق كمان نتوجه بالشكر للهلال الأحمر